رغم أن كثير من قياديات البنوك الأمريكية حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي، إلا أنه ومع توقعات بتدهور الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، يبدو أن هذه البنوك أو كثير منها يتجه إلى التحوط خلال العام الحالي بزيادة المخصصات. طبعا هناك توقعات بأن يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى أضعف أداء له، باستثناء طبعا حالات الركود الاقتصادي، أضعف أداء منذ العام 1970. لكن كيف ترى البنوك أو عدد من هذه البنوك أداء الاقتصاد أو تتوقع أداء الاقتصاد خلال العام الحالي؟ نتحدث عن جيب مورغان، يتوقع ركود معتدل بداية من الربع الأخير من هذا العام. ويلز فارجو بيتوقع طبعا البيئة الاقتصادية أن هي تكون أقل ملائمة. لدينا طبعا بنك أوف أمريكا بيتوقع احتمال وقوع الاقتصاد في تدهور خلال العام الحالي. وبشكل عام هناك عدد من الأمور في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي. بنتحدث على استمرار طبعا المستهلكين في الإنفاق، وهذا هو أمر جيد على الرغم طبعا من رفع الفائدة من قبل فدرال الأمريكي خلال الفترة الأخيرة. لكن لدينا مؤشرات أخرى، منها طبعا التأثيرات النهائية التي لم يتم قراءتها بعد، التي تخص طبعا التوترات الجيوسياسية. ولدينا أمور أخرى بتتدخل في المعادلة، منها شاشة سوق الغذاء والطاقة، وأيضا التلاشي المستمر لتداعيات جائحة كورونا. لكن ماذا عن البنوك الأمريكية التي اتجهت إلى تعزيز احتياطياتها طبعا تخوفا أو تحسبا من تعثر عدد من العملاء؟ هذا هو أو هذه هي الاحتياطيات التي اتجهت إليها البنوك خلال الفترة الراهنة. جيب مورغان مليار و400 مليون دولار، وويلز فارجو نتحدث عن 397 مليون دولار، وسيتي بانك نتحدث على 640 مليون دولار، بنك أوف أمريكا 403 ملايين دولار. طبعا نتائج الأعمال هذه البنوك خلال الربع الأخير، شهدنا طبعا حالة من التباين بين الارتفاع وبين التراجع، لكن بالأخير أتت طبعا في الخانة الموجبة. الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة حقق مجموعة من المؤشرات، البعض منها أو الكثير منها بيقع في الخانة أو يتم قراءته بشكل إيجابي. نتحدث طبعا على تباطؤ التضخم لأدنى مستوى شهري منذ أكثر من عام في ديسمبر الماضي. طبعا هذا ربما يعطي مساحة للفيدرالي الأمريكي لإعادة النظر في سياساته التجديدية التي اتبعها طبعا طيلة عام 2022. وكان لدينا انكماش لقطاع الخدمات لأول مرة منذ عامين. هذا القطاع حقيقة الذي يمثل ثلث الاقتصاد الأمريكي، يبدو أنه قدر أنه يقاوم رفع الفائدة على مدار عامين، لكن تأثير القرارات بالأخير بدأت تظهر عليه كما ذكرنا. طبعا في ديسمبر الماضي كان لدينا طبعا تحسن في سوق التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، ومعدل البطالة ربما كان أدنى في خمسة عقود، نتحدث على 3.5% تقريبا، وهو أمر بيتم قراءته بشكل جيد في إعطاء حالة ودفعة لنشاط الاقتصاد. وكان لدينا أيضا توقعات من قبل البنك الدولي صدرت الأسبوع الماضي، تحدث على 0.5% توقعات النمو الاقتصاد في 2023. وكما ذكرنا في البداية، هذا هو بحسب البنك الدولي أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمية منذ العام 1970.